بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد، نقدم لكم تسهيل الطرقات في نظم الورقات ليحيى بن موسى بن رمضان العمريطي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 890 للهجرة رحمه الله، يقدمه لكم عمرو الوساطي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الفقير الشرف العمريطي ذو العجز والتقصير والتفريطي: الحمد لله الذي قد أظهر علم الأصول للورى وأشهر على لسان الشافعي وهونا، فهو الذي له ابتداء دونا، وتابعته الناس حتى صارا كتبا صغار الحجم أو كبارا، وخير كتبه الصغار ما سمي بالورقات للإمام الحرمي، وقد سئلت مدة في نظمه مسهلا لحفظه وفهمه، فلم أجد مما سئلت بدا، وقد شرعت فيه مستمدا، من ربنا التوفيق للصواب والنفع في الدارين بالكتاب. باب أصول الفقه. هاك أصول الفقه لفظا لا قبا للفن من جزئين قد تركبا: الأول الأصول ثم الثاني، الفقه والجزآن مفردان، فالأصل ما عليه غيره بني، والفرع ما على سواه ينبني. والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي، والحكم واجب ومندوب وما أبيح والمكروه مع ما حرما، مع الصحيح مطلقا والفاسد من قاعد هذان أو من عابد. فالواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب، والندب ما في فعله الثواب ولم يكن في تركه عقاب، وليس في المباح من ثواب فعلا وتركا بل ولا عقاب. وضابط المكروه عكس ما ندب، كذلك الحرام عكس ما يجب، وضابط الصحيح ما تعلق به نفوذ واعتداد مطلقا، والفاسد الذي به لم تعتدد ولم يكن بنافذ إذا عقد. والعلم لفظ للعموم لم يخص للفقه مفهوما بل الفقه أخص، وعلمنا معرفة المعلوم إن طابقت لوصفه المحتوم، والجهل قل تصور الشيء على خلاف وصفه الذي به على، وقيل حد الجهل فقد العلم بسيطا أو مركبا قد سمي، بسيطه في كل ما تحت الثرى، تركيبه في كل ما تصورا. والعلم إما باضطرار يحصل أو باكتساب حاصل، فالأول كالمستفاد بالحواس الخمس بالشم أو بالذوق أو باللمس والسمع والإبصار، ثم التالي ما كان موقوفا على استدلال. وحد الاستدلال قل ما يجتلب لنا دليلا مرشدا لما طلب، والظن تجويز امرئ أمرين مرجحا لأحد الأمرين، فالراجح المذكور ظنا يسمى والطرف المرجوح يسمى وهما، والشك تحرير بلا رجحان لواحد حيث استوى الأمران. أما أصول الفقه معنى بالنظر للفن في تعريفه فالمعتبر، في ذاك طرق الفقه أعني المجملة كالأمر أو كالنهي لا المفصلة، وكيف يستدل بالأصول والعالم الذي هو الأصول. أبواب أصول الفقه. أبوابها 20 بابا تسرد، وفي الكتاب كلها ستورد، وتلك أقسام الكلام، ثم أمر ونهي، ثم لفظ عما، أو خص أو مبين أو مجمل أو ظاهر معناه أو مؤول،
ومطلق الأفعال ثم ما نسخ حكما سواه ثم ما به انتسخ. كذلك الإجماع والأخبار مع حظر ومع إباحة كل وقع. كذا القياس مطلقا لعلة في الأصل والترتيب للأدلة، والوصف في مفت ومستفت عهد، وهكذا أحكام كل مجتهد. باب أقسام الكلام. أقل ما منه الكلام ركبوا، اسمان أو اسم وفعل كركبوا. كذاك من فعل وحرف وجدا، وجاء من اسم وحرف في النداء. وقسم الكلام للأخبار والأمر والنهي والاستخبار. ثم الكلام ثانيا قد انقسم إلى تمن ولعرض وقسم، وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة وحدها ما استعملا. من ذاك في موضوعه وقيل ما يجري خطابا في اصطلاح قدما. أقسامها ثلاثة: شرعي واللغوي الوضعي والعرفي. ثم المجاز ما به تجوز في اللفظ عن موضوعه تجوزا، بنقص أو زيادة أو نقل أو استعارة كنقص أهلي. وهو المراد في سؤال القرية كما أتى في الذكر دون مريه، وكازدياد الكاف في كمثله والغائط المنقول عن محله. رابعها كقوله تعالى: يريد أن ينقض يعني ما لا. باب الأمر. وحده استدعاء فعل واجب بالقول ممن كان دون الطالب، بصيغة فعل فالوجوب حقق حيث القرينة انتفت وأطلقا. لا مع دليل دلنا شرعا على إباحة في الفعل أو ندب فلا، بل صرفه عن الوجوب حتما بحمله على المراد منهما. ولم يفد فورا ولا تكرارا إن لم يرد ما يقتضي التكرارا. والأمر بالفعل المهم المنحتم أمر به وبالذي به يتم، كالأمر بالصلاة أمر بالوضوء، وكل شيء للصلاة يفرض. وحيثما إن جيء بالمطلوب يخرج به عن عهدة الوجوب. باب النهي. تعريفه استدعاء ترك قد وجب بالقول ممن كان دون من طلب، وأمرنا بالشيء نهي مانع من ضده والعكس أيضا واقع. وصيغة الأمر التي مضت ترد، والقصد منها أن يباح ما وجد كما أتت، والقصد منها التسوية كذا لتهديد وتكوين هيها. فصل. والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا إلا الصبي والساهي، وذا الجنون كلهم لم يدخلوا، والكافرون في الخطاب دخلوا. في سائر الفروع للشريعة وفي الذي بدونه ممنوعة، وذلك الإسلام فالفروع تصحيحها بدونه ممنوع. باب العام. وحده لفظ يعم أكثر من واحد من غير ما حصر يرى، من قولهم عممتهم بما معي، ولتنحصر ألفاظه في أربع: الجمع والفرد المعرفان باللام كالكافر والإنسان، وكل مبهم من الأسماء من ذا كمال الشرط والجزاء. ولفظ من في عاقل، ولفظ ما في غيره، ولفظ أي فيهما، ولفظ أين وهو للمكان، كذا متى الموضوع للزمان. ولفظ لا في الناكرات، ثم ما في لفظ من أتى بها مستفهما. ثم العموم أبطلت دعواه في الفعل بل وما جرى مجراه. باب الخاص. والخاص لفظ لا يعم أكثر من واحد أو عم مع حصر جرى،
والقصد بالتخصيص حيث ما حصل تمييز بعض جملة فيها دخل، وما به التخصيص إما متصل كما سيأتي آنفا أو منفصل، فالشرط والتقييد بالوصف اتصل كذاك الاستثناء وغيرها انفصل. وحد الاستثناء ما به خرج من الكلام بعض ما فيه اندرج، وشرطه ألا يرى منفصلا ولم يكن مستغرقا لما خلا. والنطق مع إسماع من بقربه وقصده من قبل نطقه به، والأصل فيه أن مستثناه من جنسه وجاز من سواه، وجاز أن يقدم المستثنى والشرط أيضا لظهور المعنى، ويحمل المطلق مهما وجد على الذي بالوصف منه قيدا. فمطلق التحرير في الأيمان مقيد في القتل بالإيمان، فيحمل المطلق في التحرير على الذي قيد في التكفير. ثم الكتاب بالكتاب خصصوا، وسنة بسنة تخصصوا، وخصصوا بالسنة الكتاب، وعكسه استعمل يكن صوابا. والذكر بالإجماع مخصوص كما قد خص بالقياس كل منهما. باب المجمل والمبين. ما كان محتاجا إلى بيان فمجمل وضابط البيان، إخراجه من حالة الإشكال إلى التجلي واتضاح الحال، كالقرء وهو واحد الأقراء في الحيض والطهر من النساء، والنص عرفا كل لفظ وارد لم يحتمل إلا لمعنى واحد، كقد رأيت جعفرا وقيل ما تأويله تنزيله فليعلما، والظاهر الذي يفيد ما سمع معنى سوى المعنى الذي له وضع، كالأسد اسم واحد السباع وقد يرى للرجل الشجاع، والظاهر المذكور حيث أشكل مفهومه فبالدليل أولا، وصار بعد ذلك التأويل مقيدا في الاسم بالدليل. باب الأفعال. أفعال طه صاحب الشريعة جميعها مرضية بديعة، وكلها إما تسمى قربة فطاعة أولى ففعل القربة، من الخصوصيات حيث قام دليلها كوصله الصيام، وحيث لم يقم دليلها وجب وقيل موقوف وقيل مستحب في حقه وحقنا، وأما ما لم يكن بقربة يسمى فإنه في حقه مباح وفعله أيضا لنا يباح، وإن أقر قول غيره جعل كقوله كذاك فعل قد فعل، وما جرى في عصره ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع. باب النسخ. النسخ نقل أو إزالة كما حكوه عن أهل اللسان فيهما، وحده رفع الخطاب اللاحق ثبوت حكم بالخطاب السابق، رفعا على وجه أتى لولاه لكان ذاك ثابتا كما هو، إذا تراخى عنه في الزمان ما بعده من الخطاب الثاني، وجاز نسخ الرسم دون الحكم كذاك نسخ الحكم دون الرسم، ونسخ كل منهما إلى بدل ودونه وذاك تخفيف حصل، وجاز أيضا كون ذلك البدل أخف أو أشد مما قد بطل. ثم الكتاب بالكتاب ينسخ كسنة بسنة فتنسخ، ولم يجز أن ينسخ الكتاب بسنة بل عكسه صواب، وذو تواتر بمثله نسخ وغيره بغيره فلينتسخ، واختار قوم النسخ ما تواتر بغيره وعكسه حتما يرى. باب في التعارض بين الأدلة والترجيح.
تعارض النطقين في الأحكام يأتي على أربعة أقسام، إما عموم أو خصوص فيهما، أو كل نطق فيه وصف منهما، أو فيه كل منهما ويعتبر كل من الوصفين في وجه ظهر. فالجمع بين ما تعارضا هنا في الأولين واجب إن أمكنا، وحيث لا إمكان فالتوقف ما لم يكن تأريخ كل يعرف. فإن علمنا وقت كل منهما فالثاني ناسخ لما تقدما، وخصصوا في الثالث المعلوم بذي الخصوص لفظ ذي العموم. وفي الأخير شطر كل نطق من كل شق حكم ذاك النطق، فاخصص عموم كل نطق منهما بالضد من قسميه واعرفنهما. باب الإجماع. هو اتفاق كل أهل العصر، أي علماء الفقه دون نكر، على اعتبار حكم أمر قد حدث شرعا كحرمة الصلاة بالحدث. واحتج بالإجماع من ذي الأمة لا غيرها إذ خصصت بالعصمة، وكل إجماع فحجة على من بعده في كل عصر أقبلا، ثم انقراض عصره لم يشترط، أي في انعقاده وقيل مشترط، ولم يجز لأهله أن يرجعوا إلا على الثاني فليس يمنعوا، وليعتبر عليه قول من ولد وصار مثلهم فقيها مجتهد. ويحصل الإجماع بالأقوال من كل أهله وبالأفعال، وقول بعضهم حيث باقيهم فعل، وبانتشار مع سكوتهم حصل. ثم الصحابي قوله عن مذهبه على الجديد فهو لا يحتج به، وفي القديم حجة لما ورد في حقهم وضعفوه فليرد. باب الأخبار وحكمها. والخبر اللفظ المفيد المحتمل صدقا وكذبا، منه نوع قد نقل تواترا للعلم قد أفادا، وما عدا هذا اعتبر آحادا. فأول النوعين ما رواه جمع لنا عن مثله عزاه، وهكذا إلى الذي عنه الخبر لا باجتهاد بل سماع أو نظر. وكل جمع شرطه أن يسمع، والكذب منهم بالتواطي يمنع. ثانيهما الآحاد يوجب العمل، لا العلم لكن عنده الظن حصل، لمرسل ومسند قد قسما، وسوف يأتي ذكر كل منهما. فحيثما بعض الرواة يفقد فمرسل وما عداه مسند، للاحتجاج صالح للمرسل لكن مراسيل الصحابي تقبل. كذا سعيد بن المسيب اقبلا في الاحتجاج ما رواه مرسلا، وألحقوا بالمسند المعنعنا في حكمه الذي له تبينا، وقال من عليه شيخه قرا حدثني كما يقول أخبرا، ولم يقل في عكسه حدثني لكن يقول راويا أخبرني. وحيث لم يقرأ وقد أجازه يقول قد أخبرني إجازه. باب القياس. أما القياس فهو رد الفرع للأصل في حكم صحيح شرعي، لعلة جامعة في الحكم، وليعتبر ثلاثة في الرسم، لعلة أضف أو دلالة أو شبه ثم اعتبر أحواله. أولها ما كان فيه العلة موجبة للحكم مستقلة، فضربه للوالدين ممتنع كقول أف وهو للإيذاء منع. والثاني ما لم يوجب التعليل حكما به لكنه دليل، فيستدل بالنظير المعتبر شرعا على نظيره فيعتبر، كقولنا مال الصبي تلزم زكاته كبالغ أي للنمو. والثالث الفرع الذي تردد ما بين أصلين اعتبارا موجدا، فليلتحق بأي ذين أكثر من غيره في وصفه الذي يرى،
فليلحق الرقيق في الإتلاف بالمال لا بالحر في الأوصاف. فصل. والشرط في القياس كون الفرع مناسبا لأصله في الجمع، بأن يكون جامع الأمرين مناسبا للحكم دون مين، وكون ذاك الأصل ثابتا بما يوافق الخصمين في رأييهما. وشرط كل علة أن تضطرد في كل معلولاتها التي ترد، لم تنتقض لفظا ولا معنى، فلا قياس في ذات انتقاض مسجلا. والحكم من شروطه أن يتبع علته نفيا وإثباتا معا، فهي التي له حقيقا تجلب، وهو الذي لها كذاك يجلب. فصل. لا حكم قبل بعثة الرسول بل بعدها بمقتضى الدليل، والأصل في الأشياء قبل الشرع تحريمها لا بعد حكم شرعي، بل ما أحل الشرع حللناه، وما نهانا عنه حرمناه، وحيث لم نجد دليل حل شرعا تمسكنا بحكم الأصل مستصحبين الأصل لا سواه. وقال قوم ضد ما قلناه، أي أصلها التحليل إلا ما ورد تحريمها في شرعنا فلا يرد. وقيل إن الأصل فيما ينفع جوازه، وما يضر يمنع، وحد الاستصحاب أخذ المجتهد بالأصل عن دليل حكم قد فقد. باب ترتيب الأدلة. وقدموا من الأدلة الجلي على الخفي باعتبار العمل، وقدموا منها مفيد العلم على مفيد الظن أي للحكم، إلا مع الخصوص والعموم فليؤت بالتخصيص للتقديم. والنطق قدم عن قياسهم تفي، وقدموا جليه على الخفي، وإن يكن في النطق من كتاب أو سنة تغيير الاستصحاب. فالنطق حجة إذن، وإلا فكن بالاستصحاب مستدلا. باب في المفتي والمستفتي والتقليد. والشرط في المفتي اجتهاد، وهو أن يعرف من آي الكتاب والسنن والفقه في فروعه الشوارد وكل ما له من القواعد، مع ما به من المذاهب التي تقررت ومن خلاف مثبت، والنحو والأصول مع علم الأدب واللغة التي أتت من العرب، قدرا به يستنبط المسائل بنفسه لمن يكون سائلا، مع علمه التفسير في الآيات وفي الحديث حالة الرواة، وموضع الإجماع والخلاف فعلم هذا القدر فيه كافي. ومن شروط السائل المستفتي ألا يكون عالما كالمفتي، فحيث كان مثله مجتهدا فلا يجوز كونه مقلدا. فرع. تقليدنا قبول قول القائل من غير ذكر حجة للسائل، وقيل بل قبولنا مقاله مع جهلنا من أين ذاك قاله، ففي قبول قول طه المصطفى بالحكم تقليد له بلا خفاء. وقيل لا، لأن ما قد قاله جميعه بالوحي قد أتى له. باب الاجتهاد. وحده أن يبذل الذي اجتهد مجهوده في نيل أمر قد قصد، ولينقسم إلى صواب وخطأ، وقيل في الفروع يمنع الخطأ، وفي أصول الدين ذا الوجه امتنع، إذ فيه تصويب لأرباب البدع من النصارى حيث كفرا ثلثوا، والزاعمين أنهم لم يبعثوا أو لا يرون ربهم بالعين، كذا المجوس في ادعاء الأصلين. ومن أصاب في الفروع يعطى أجرين، واجعل نصفه من أخطأ،
لما رووا عن النبي الهادي في ذاك من تقسيم الاجتهاد. وتم نظم هذه المقدمة أبياتها في العد در محكمة، في عام طاء ثم ضاء ثم فاء، ثاني ربيع شهر وضع المصطفى. فالحمد لله على إتمامه، ثم صلاة الله مع سلامه على النبي وآله وصحبه وحزبه وكل مؤمن به. تم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.